السلام عليكم، وياكم اخوكم داني ماما من فريق جي اس ام ميديكال ايديوكيشن. نكمل وياكم امراض الجهاز الهضمي. موضوعنا راح يكون عن الايسوفيجيال دايفرتيكولا. طبعا هذا الموضوع سهل وبسيط. قبل أن ندخل بتفاصيله وننطي انواع الدايفرتيكولا، لازم نعرف شنو اصلا هي الدايفرتيكولا، شنو معناها. طبعا الدايفرتيكولا هي عباره عن مثل كيس او نتوء يخرج من المريء. بما ان احنا نتكلم عن الدايفرتيكولا اوف ايسوفيجس، فهنا لازم ننطي التعريف المناسب له، لانه عندنا اكثر من نوع من دايفرتيكولا بحسب مكانها. الايسوفيجيال دايفرتيكولا طبعا هي مثل كيس او نتوء يخرج من المريء او من الايسوفيجس نتيجه لخلل بالماسلز، بالاخص الكريكوفارينجيال ماسل، وايضا المسلز المحيطة بها مثل الانفيريور كونستريكتور مسلز ايضا. طبعا هذا الشيء راح يسبب لنا مثل اوت بوتشنج او جيب خارجي من يخرج من المرئ. ف هذا الشيء يكون بسبب فشل بالكريكوفارينجيال ماسل بالريلاكسيشن. يعني من يصير عندنا انقباض بهاي المسل ما يصير بها ريلاكسيشن بسبب اختلاف بالضغط، يعني نسميه انتراليومينال بريشر بين الفارينكس وبداية الايسوفاجس. فهنا راح يصير عندنا شنو، زيادة بالضغط بالابر سفنكتر للايسوفاجس. فهنا راح يسبب لنا شنو، يسبب لنا خروج للموكوزا واحيانا السب موكوزا ايضا الى الخارج، يصير مثل نتوء. طبعا هنا كلش واضح يبين بهاي الصورة شلون عندنا نتوء. طبعا مكان خروجه اكيد راح نشرحها. طبعا هاي نوع من انواع الدايفرتيكولا اللي راح نسميها الزينكر. طبعا بعدين راح نشرح شنو معنات الزينكر، وايضا الابيفرينيك والتراكشن اكشن دايفرتيكولا راح نجي وياه نشرحها ان شاء الله بالتسلسل. طبعا سبب خروج الكيس قلنا انه بسبب شنو، الانترا ليومينال بريشر يصير بيه زياده، وايضا يصير عندنا شنو، ايضا ضعف بالريلاكسيشن لهاي المصل اللي هي الكريكوفارينجيال muscle. طبعا بالإضافة إلى شنو، الـ inferior constrictor muscle. طبعا بينهم بالضبط راح يصير الخلل، فراح يصير شنو، out poaching of mucosa وأحيانا sub mucosa أيضا. طبعا هذا بالنوع الأول من الدايفرتيكولا، وبعدين راح نجي أيضا نشرح الأنواع الثانية أيضا. نجي لأول نوع من الدايفرتيكولا، طبعا اللي راح نسميه زينكر دايفرتيكولوم. طبعا هو أكثر الأنواع شهرة من بقية الأنواع الدايفرتيكولا الموجودة بالمريء. طبعا يصير أكثر بالرجال من النساء ب3 مرات تقريبا، وأيضا يصير بالأعمار الكبيرة، يعني اللي أعمارهم أكثر من 60 سنة. طبعا هاي الحالة طبعا دائما تبدأ من البوستيريور بارت اوف ذا ايسوفاجوس، يعني من البوستيريور وول. بهاي المنطقة اكو شوية ضعف، فمن يصير عندنا هنا زيادة بالبريجر، فراح يدفع الموكوزا خارج المريء، فأضعف منطقة يفوت منها اللي هي منطقة الكيلين تراينجل. طبعا هاي المنطقة هي أضعف منطقة ممكن يصير بيها دايفرتيكولا. طبعا الكلينيكال فايندينجز للدايفرتيكولا بصورة عامة، طبعا راح نشوف انه اكو تشابه بالكلينيكال فايندينجز بكل انواع الدايفرتيكولا تقريبا بين الزينكر والابيفرينيك. ماكو هواية فرق غير انه اكو تشيست بين، بعدين راح نجي نشرحها. طبعا بالكلينيكال فايندينجز للزينكر دايفرتيكولا هنا راح يكون عندنا اول شيء الديسفيجيا، وايضا الريجورجيتيشن هنا للاندايجستد فود، الطعام اللي راح ينزل بالبوتش اللي راح ينزل بالكيس. طبعا ايضا يصير بسبب الريجورجيتيشن ممكن يصير عندنا اسبيريشن اللي ممكن تنزل للمجاري التنفسيه وتسبب لنا ايضا نيومونيا.
طبعا البيشن ايضا ممكن يصير عنده الهاليتوزز اللي هي الباد بريث او اللي رايحه يعني المو حلوه اللي تطلع من الفم، وايضا ممكن نسمع الجرجلينج ساوندز بمنطقه النيك، ونشوف انه 30% من البيشنتس عندهم ارتباط بالجاستروسيفاجيال ريفلكس ديزيز. طبعا هذا المرض راح نجي بعدين نشرحه ونشوف تفاصيله ايضا شلون مرتبط ايضا مع الدايفرتيكولا. ممكن يصير عندنا صعود بالاسيد، فممكن ب المونيتورينج بي اتش او الامبيولاتوري مونيتورينج بي اتش يبين لنا هذا الشيء. من راح نجي للدياجنوز راح نشوف شلون انه اذا اكو جيرد مع الدايفرتيكولا فراح يكون عندنا صعود بالاسيد للمريء، وممكن هذا الشيء ايضا يسبب لنا هوايه كومبليكيشنز، ممكن يصير عندنا اسبيريشن ايضا للاسيد. طبعا هذا الشيء ممكن يسبب لنا اريتيشن للموكوزا، اريتيشن ايضا التراكيو برونكيال تري الى اخره. طبعا الجيرت مرض مو هين، طبعا احنا نستسهله ولكن ممكن يسبب لنا هوايه امور، وهذا الشيء بعدين راح نجي نشرحه ان شاء الله من راح نشرحه بشكل منفصل اللي هو الجاستروسيفاجيال ريفلكس ديزيز. نجي للدياجنوزز، طبعا الدياجنوزز عندنا الباريوم سوالو اللي هو اهم تيست ممكن نستعمله، اللي راح يبين لنا شلون الكيس هنا مملوء بماده الباريوم. طبعا هاي الماده اللي راح تطلع بالاشعه بكل سهوله، نشوف شلون تتجمع على شكل مثل ثمره بشجره، كلش واضحه وتبين لنا ايضا الحجم والموقع ايضا الدايفرتيكولا وين بالضبط. اغلب الاحيان قلنا وين يكون بالبوستيريور وول اوف اسفاجس. ايضا المانومتري ممكن نستفاد منه، راح نشوف انه اكو ليك اوف كوردينيشن بين منو بين الفارينكس والكريكوفارينجيوس ماسل اللي هي المنطقه الضعيفه اللي قلنا عليها. غالبا ما يكون عندنا هايبرتنسيف شنو upper esophageal sphincter بهذا المكان، وممكن ايضا نشوف hypotensive للlower esophageal sphincter، وايضا abnormal esophageal peristalsis. هذا الشيء ايضا وارد جدا بالمانومتري، وايضا بالpatients اللي عندهم GERD او الجاستروسيفاجيال ريفلكس ديزيز مع الدايفرتيكولا نشوف بالبي اتش مونيتورنج اكو صعود بالاسيد او وجود الاسيد بالايسوفاجس، فهذا الشيء ممكن يسبب لنا هوايه كومبليكيشنز راح نجي نشرحها من راح نشرح موضوع الجيرد. الاندوسكوبي هنا طبعا بالبيشنتس هنا كونترا انديكيتد، لانه ممكن التيوب مال الاندوسكوبي يفوت بالبوتش ويسبب لنا شنو بيرفوريشن، فهنا اذا ما تكون مضطرين جدا جدا لاستعمال الاندوسكوبي ما نستعمله، فهو كونترا انديكيتد يعني بصوره عامه ما نستعمل الاندوسكوبي. الباريوم سوالو هنا كلش كافي، ولكن مرات من يكون عندنا اكثر من شيء بالمريء نضطر انه نستعمل الاندوسكوبي، ولكن نكون كلش حذرين، والطبيب اللي يستعمله يكون كلش له خبره عاليه جدا، لانه ممكن التيوب مال الاندوسكوبي يفوت بالجيب وبكل سهوله يصير عنده بيرفوريشن. طبعا اذا صار عندنا بيرفوريشن اكيد راح يصير عندنا كومبليكيشنز كلش خطره. اما بالنسبه للتريتمنت، طبعا الستاندرد تريتمنت هنا هي انه نقطع الدايفرتيكولا ونسوي مايوتومي للكريكوفارينجيوس ماسل، طبعا والابر 3 سنتيمتر من البوستيرير وول ايسوفيجيال وول ايضا راح نشاركها بالعمليه، ولكن اذا كان الدايفرتيكولا اقل من سنتيمين هنا فقط المايوتومي يكفي، يعني بدون ما نسوي الاكسيجن للدايفرتيكولا. وايضا اذا عندنا الجاستريسوفيجيال ريفلكس ديزيز هنا مع الدايفرتيكولا اكيد راح نعالج الجيرد اول شيء، نعدل الاسيديتي، وبعدها راح نسوي التريتمنت للدايفرتيكولا، لان هذا الشيء راح يجنبنا شنو الاسبيريشن اللي كلش خطير وله كومبليكيشنز عاليه جدا. اما بالنسبه للابيفرينيك دايفرتيكولا فهي less common than زينكر اكيد، موقعها دائما يكون فوق الحجاب الحاجز فوق الدايفرام، وتكون مميزه وغالبا ما ترتبط مع الاكليجيا اللي هو فقدان البريستالزز للاسوفاجس، وايضا يصير شنو ماكو ريلاكسيشن لللور سفنكتر للاسوفاجس، فتكون مميزه جدا وتبين بالفحوصات بسهوله، وعلاجها ايضا تقريبا يعني الدايجنوزز مالتها والعلاج مالتها والكومبليكيشن مالتها مقاربه
مناسبة جدا للزنكر، ولكن هي ممكن تكون مرافقة لمرض الأكليجيا اللي شرحناه بالمحاضرة السابقة. بالنسبة للكلينيكال فايندينجز، طبعا السيمتومز هنا راح تكون تقريبا نفسها، ديسفاجيا أيضا يكون عندنا، ولكن هنا ممكن يكون chest pain. ممكن ايضا ما نفرقها بينه وبين غير امراض، ولكن كبدايه فقط من نسوي الفحوصات راح تبين بكل سهوله، وايضا يكون عندنا ممكن ريجورجيتيشن اللي راح تكون ممكن خطر للاسبيريشن ايضا، ولكن بدرجه اقل من الزنكر. ايضا الدايفرتيكول هنا ممكن تكون اسيمتوماتيك بالاخص اذا كانت كلش صغيره. اما بالنسبه للدياجنوزس، طبعا ايضا الباريوم سوالو هو البيست دياجنوستيك تيست، يشوفنا بكل سهوله الدايفرتيكولا شلون تبين واضحه، وايضا البوزيشن مالته يعني موقعها والحجم مالتها. وايضا ممكن نستعمل الايسوفيجيال مانومتري هنا اللي راح يبين لنا ايضا الاندرلاين موتيليتي ديزوردر، ولكن باقل درجه من الزنكر دايفرتيكول، لانه المانومتري هنا بعض الاحيان انه راح نعاني بصعوبه انه نفوت الكاثيتر او المانومتري كاثيتر بالايسوفيجس، فراح نحتاج الاندوسكوبيك او فلوروسكوبيك جايدنس هنا راح يكون ضروري، فلذلك يكون استعماله اقل بشويه من الزنكر دايفرتيكولا، ولكن يبقى ضروري ممكن نستعمله ايضا، ولكن الباريوم سوالو يفي بالغرض. اما بالنسبه للتريتمنت، طبعا راح نستعمل اكيد السيرجري بالاخص اللاباروسكوبيك ابروتش اللي هو اسهل شيء للطبيب وايضا افضل شيء للمريض. طبعا اكيد راح نسوي بالبدايه ريزكشن للدايفرتيكولا، وبعدها نسوي لونج مايوتومي، وبعد اللونج مايوتومي والريزكشن راح نسوي فوندوبليكيشن، اكثر شيء البارشل فون دوبليكيشن حتى نمنع الجيرت او الجاستروسيفيجيال ريفلكس ديزيز. طبعا فون دوبليكيشن عندنا هواي انواع، ولكن الافضل انه نستعمل البارشل، ولكن يبقى حسب المريض، ممكن قسم المرض نستعمل التوتال فون دوبليكيشن او تقريبا ال 270 حسب المريض حسب الحاله، ولكن نخلي بالنا انه نستعمل الفون دوبليكيشن حتى نمنع شنو الجيرد او الجاستروسيفيجيال ريفلكس ديزيز، لانه هنا راح نفقد تقريبا السفنكتر او اللور سفنكتر، فالفون دوبليكيشن هي اللي تقريبا راح تعوض عن السفنكتر اللي راح تسبب يعني بانقباض الجهة السفلى من المريء، فتمنع الجيرت أو صعود الأسيد من المعدة إلى المريء. طبعا اخر نوع من الدايفرتيكولا اللي هو اقل اهميه واقل شهره خلينا نقول بين الدايفرتيكولا للمريء، اللي هو التراكشن دايفرتيكولا، اللي هو مثل من اسمه يعني تراكشن، يعني مثل الدايفرتيكولا المسحوبه اللي يسحبها شيء معين. فنشوف انه هاي الدايفرتيكولا تقع وين بمنطقه بالمنطقه الوسطى للمريء، يعني بالضبط بالمنتصف المريء بمنطقه البيفوركيشن. طبعا هاي الشيء بسبب شنو الكنتيجيوس ميدياستينال انفلاميشن مثل للبولمونري تيبركلوزز، لان التيبركلوزز هنا ممكن يسوي لنا الهيلر نود ديسكارينج، فراح يصير عندنا شنو مثل الانكماش او تراجع او تقلص او انسحاب شو ما تحبون تسموه، فراح ياخذ وياه شنو اللايرز مال الايسوفيجس لانه راح يكون بالتصاق معاه، فمن راح ياخذها فراح يصير شنو اوت بوتشنج للخارج، ولكن بشكل سحب، فيصير شنو يصير مثل ريتراكشن للايسوفيجس، فراح نسميها تراكشن دايفرتيكولا. طبعا اغلب الاحيان تكون اسيمبتوماتيك وما تحتاج تريتمنت، طبعا حسب الحاله، وهذا النوع من الدايفرتيكولا هو اقل الانواع حدوث. طبعا هذا النوع من الدايفرتيكولا اكثر شيء يكون مرتبط مع البولمونري تيبركلوزس. هاي كانت اهم النقاط الرئيسيه بموضوع الايسوفيجيال دايفرتيكولا. اي سؤال او استفسار عندكم ممكن تراسلونا على موقع الجي اس ام، راح نكون وياكم ان شاء الله بالاجابه على جميع اسئلتكم واستفساراتكم. كان وياكم اخوكم داني مام من فريق جي اس ام ميديكال ادوكيشن، نشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات القادمه، بالتوفيق للجميع.